signature de la convention bin Jamia Abd Hamid et Nida Sultan. هذه الاتفاقية كبادرة أولية تأتي بعد إبرام اتفاقية يوم السبت الماضي مع كونفدرالية أرباب العمل كريا، وتندرج ضمن إطار انفتاح الجامعة على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وفتح أبواب الجامعة للشركاء الاقتصاديين من أجل فتح آفاق جديدة لخريجي الجامعة في مختلف التخصصات لولوج عالم الشغل. يدخل هذا اللقاء في دور غرف التجارة والصناعة في مرافقة المؤسسات الجامعية والتي تدخل في التنمية المحلية، حيث من خلال هذا اللقاء تم إبرام اتفاقية بين الغرفة وجامعة عبد الحميد مهري.